عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير باحوال جيده. الفيديو ديال اليوم جبت لكم فيه وصفه ديال الكراتان بالرز والخضره، كيجي هائل وكتجي وصفه متكامله سواء كوجبه غداء او لوجبه عشاء. بالنسبه للمقادير، كنحتاجوا الرز على حسب عدد افراد الاسره، كنسلقوه ما كنخليوهش يتسلق بزاف حتى يتعجن، وكنغسلوه تحت الروبيني مزيان حتى نحيدو منه داك النشا اللي فيه باش كيبقاو الحبات مفرزين. عندي هنا جلبانه، انا عندي هنا جلبانه غير ديال الكونسيرف، دوزتها في شويه ديال الزبده وشويه ديال الملح والبزار. عندي هنا لي زيبيناغ والزيتون والسلق، حتى هما دوزتهم شويه ديال الزيت والثومه والملح والبزار والكمون. عندي هنا الدجاج، ممكن تستعملوا الحوت، طن ديال البواطا، اللحم، اي حاجه عندكم متوفره. ماشي بالضروره طيبوا اللحم ولا الدجاج، الا كان عندكم ديجا متوفر في الثلاجه شاط لكم في الغداء ممكن تستعملوه. عندي هنا اللوبيا هي مسلوقه، عندي واحد البصله كبيره مشلضه، عندي خيزو مسلوق حتى هو بشويه ديال الماء فيه الملحه، عندي الفلفله الوان مقطعه مدوزها بشويه ديال الزبده والملحه والكمون والبزار، وعندي هنا الفرماج محكوك وشويه الملحه وشويه ديال البزار. اول حاجه كنديروها، كنديروا واحد جوج معالق كبار ديال الزبده في الطنجره ديالنا. انا هنا درت كميه كبيره ديال الرز، ثم الا كنتو قلال في العائله ممكن ديروا كميه اقل. كيف ما قلت لكم الرز ضروري تغسل من بعد ما يتسلق، يتغسل مزيان تحت الماء باش ما يتعجنش ليكم. كنهزوا البصله ديالنا، كنشحروها مزيان في ديك الزبده، كنزيدوا شويه البزار شويه الملحه، كنخلطوا البصله ديالنا، كنوليو نزيدو داك الرز ديالنا، كنحركوه مزيان باش يتنسم بديك الزبده وديك البصله اللي في الطنجره ديالنا. يعني الغرض ديالنا ماشي كنعاودو نطيبو الرز، غير كننسموه بديك الزبده والبصله. كيف ما كتلاحظوا الرز ديالي راه الحبات ديالو مفرزين ماشي معجن. كنهزو المول ديالنا اللي غنديروه في الفران، كندهنوه بشوية ديال الزبدة، كنديرو نصف الكمية ديال الرز اللي عندنا، كنفرشوها مزيان في اللاطة ديالنا وكنستفوها بشكل متساوي. كنهزو شويه ديال الفرماج حمر محكوك، وكنوليو نستفو الخضره ديالنا بشكل عشوائي، يعني بالترتيب اللي بغيتو نتوما. وكيف ما قلت لكم من قبل، اي خضره عندكم متوفره في البيت عزيزه عليكم مثلا تناولوها، كتستعملوها في هذا الرز. هذا هنا عندي خيزو سلقته في شويه ديال الماء والملحه، كنعاود لكم باش تعاودوا تنطيو معايا. عندي هنا شويه ديال السلق وشويه ديال زيبيناغ والزيتون مشحرين بشويه ديال الزبده وشويه ديال الثومه والملحه والكمون وشويه ديال البزار. جلبانه، كيف ما قلت لكم انا ما كانش عندي متوفره طريه، داكشي باش هزيت ديال يعني ديال الكونسيرف هي اللي استعملت هنايا. ف
صدقوني بلي هاد الكراتان كيجي رائع، ما كتشبعوش منه. نهر الفلفله الوان، كاع الخضره اللي عندنا كنستوها بشكل عشوائي جدا. ندير اللوبيا ديالي، اللوبيا خضراء. ممكن الا كيعجبكم لي زيبينا عفوا لي شامبينيون ممكن تزيدوهم. هنا كندير الدجاج ديالي كيف ما قلت لكم، ماشي ضروري تطيبوا الدجاج ولا تطيبوا الكفته اللي كان عندكم متوفر. بحال شط لكم الدجاج مثلا من الغداء ممكن ديروه في هاد الوصفه هذه. الا ما كان عندكم لا دجاج لا كفته لا لحم ممكن ديروا طن ديال البواطا، ممكن تخلطوا كاع الا بغيتوا بحال الشكل ديال البايله. يعني عندكم شويه ديال الدجاج، عندكم شويه ديال الكفته، عندكم شويه الطن، ممكن تخلطوا، راه كيجيو حتى بديك الطريقه كتجي زوينه. زيد شويه الفرماج احمر من الفوق، ممكن يا باش تزيدوا الفرماج موتزاريلا او كتزيدوه. وهنا هنزيد الطبقه الثانيه ديال الرز اللي خليت في الطنجره، كنزيدها وكنغطي بها كاع الخضره اللي استفت من قبل، كنغطيها بشكل متساوي حتى هي. الطبق ما كيحتاجش بزاف الوقت، يعني غير تكون عندكم تكونوا ديجا سالقين الرز، تكون عندكم الخضره حتى هي مسلوقه موجوده، ودغيا دغيا كيوجد في الحين. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما استفت الرز ديالي بشكل متساوي وغطيت به كاع ديك الخضره ولا الحشوه اللي درت من الوسط، هندوز دابا باش نصاوب داك لاباري اللي هندير من فوق الكراتان ديالي قبل ندخلو الفران. انا هزيت هنا واحد 5 د البيضات، يعني هما اللي يكفيوني لهاد الكميه ديال الرز اللي درت. كنزيد فيهم شويه الملحه وشويه ديال البزار، كنهز لاطا ديالي ديال الفران اللي درت فيها الكراتان، كندير فوق من الرز، كندير فوق منه الفرماج الاحمر، ومن بعد كندير عليه داك البيض اللي طربنا بالفوخشات بشكل متساوي، وكندخلو الكراتان ديالنا الفران. ديجا كنكونو مسخنينو من قبل، كندخلو الكراتان ديالنا على الفران سخون واحد ثلث ساعه، يعني تكون ليه العافيه من التحت واحد ثلث ساعه، حيت ديجا كاع المقادير عندنا طايبين. يلا البيض ديالنا اللي بغيناه يطيب صافي، وكنهبطوه من بعد كنشعلوه ليه العافيه من الفوق باش كيتحمر وكيكون عنده واحد اللون زوين، وصافي وكنخرجوه من الفران ديالنا. الكراتان ديالنا من بعد ما وجد كيكون على هذا الشكل، هذا كيجي محمر وزوين ورائع في المذاق وصحي، لان فيه كاع المكونات كيصلح ديرو غدا او العشاء وبصحه والراحه.